منتخبنا المصري قوامه الأساسي دائما بيكون من الأندية أو أندية القمة، وبنقول عليهم الأندية كمان الجماهيرية تمام. اللي دايما أنت معتاد أن بيكون عندك عنصر أو اتنين من الأندية دي. مع رحيل باهر المحمدي، يعني مع انضمامه على فترات متفاوتة للمنتخب المصري، لسه بتبحث عن لعيبة ينضموا من النادي الإسماعيلي لمنتخبنا المصري يكونوا إضافة، وطبعا ده يضيف ليهم ويضيف للنادي الإسماعيلي. امتى ممكن نشوف لعيبه بتنضم للمنتخب المصري من النادي الاسماعيلي؟ يعني انت لسه قايله كده من شويه النتائج هتفرق ومركز الاسماعيلي هيفرق. انت احنا في ما من 2000 لحد 2010 منتخب مصر لا يخلو من لعيبه الاسماعيلي. صحيح. ما ده بسبب ان انت على طول في منافسه، انت على طول في بطوله افريقيا، انت على طول بطوله عربيه. فاكيد ما النادي الاسماعيلي ما يعني هيتاخد منه على الاقل 4 لعيبه 5 لعيبه. يعني ما النادي الاسماعيلي بقول لك عمر المنتخب مصر ما خلي من لعيبه النادي الاسماعيلي. ولو جينا اصلا يعني مثلا في البطوله بتاعت 2008 مع كابتن حسن شحاته، اللعيبه الموجوده في الملعب اللي لعبوا في النادي الاسماعيلي عدي كده كام واحد؟ هتلاقيهم 5 6 يعني. فلا يعني النادي الاسماعيلي لو وصل تاني لمراكز متقدمه وابتدى ينافس ودخلنا بطوله افريقيه، لا هتلاقي في لعيبه كتير موجوده في منتخب بالتأكيد. مصر. بس